يبحث حلفاء أوكرانيا كيفية تمويل كييف من الأصول الروسية المجمدة لدعم جهودها الحربية، ذلك بعد سيطرة روسيا على المزيد من الأراضي الأوكرانية. وتعد كيفية التعامل مع احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمدة هي أبرز الملفات في جدول أعمال المسؤولين الماليين في مجموعة السبع خلال اجتماعهم في إيطاليا لثلاثة أيام. أوكرانيا كانت قد دعت إلى مصادرة 260 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة خارج البلاد بعد بدء الحرب عليها في فبراير من العام 2022، إلا أن الاقتراح قد رفض من المسؤولين الأوروبيين بسبب مخاوف تتعلق بالاستقرار القانوني والمالي. ينضم إلينا من موسكو أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية السيدة أولغا كراسينياك. سيدة أولغا، أهلا وسهلا بك معنا على سكاي نيوز عربية. اليوم يعني يبدو الغرب متحمس أكثر من أي وقت مضى لمعاقبة روسيا، خصوصا بعد تقدم الذي حققته على ساحة المعركة وبعد أن سيطرت على مناطق أكبر على خريطة أوكرانيا. ما الذي يعنيه بالنسبة لروسيا بالفعل أن تتجه أوروبا، أن يتجه الغرب إلى استخدام، أو ما تقول روسيا بأنه قرصنت أموالها لإقراضها لأوكرانيا؟ هذه المقاربة من الدول الغربية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، استخدام الأصول الرسمية لروسيا، الأموال التي تنتمي إلى الاتحاد الروسي لمساعدة أوكرانيا أو إعادة بناء أوكرانيا، هذا غير مقبول بالنسبة لروسيا، وذلك لسببين. السبب الأول هو اختراق للقانون الدولي، وعلينا نفهم أن القانون الدولي قد تأسس من الدول الغربية والدول المؤسسة، وهذه الدول التي بالأساس هي التي لديها بدأت بعد الحرب العالمية الثانية. هذا اختراق للقانون الدولي، ومن نفس المقياس هذا سيضر الاقتصاد العالمي، حيث في العقود الماضية كان يستند إلى الدولار ويستند إلى السيطرة الاقتصادية والغربية، والآن فيما يتعلق بالثقة في الدول الغربية سوف تقل. إذن في هذه الحالة هذه قرصنة، ويمكن استخدام الكثير من الكلمات، ولكن هذا لن يفيد الدول الغربية. لكن لا يمكن لروسيا فعل أي شيء لتمنع أوروبا من هذه الخطوة. الأمر ليس هكذا. روسيا لا يمكن أن تمنع الدول الأوروبية والولايات المتحدة من أخذ أموالها، ولكن روسيا يمكنها أن تقوم بنفس الشيء أو أن تتخذ نفس الخطوات في روسيا. إذن المتحدث الرسمي ماريا زخاريا قالت: نحن نأخذ في الاعتبار بعض الخطط وسوف نقوم بالمقاربة نفسها، فإنها ستكون العين بالعين وسيكون لذلك آثار كبيرة. روسيا يمكنها أن تفعل نفس الشيء بالأصول الأوروبية، لأنه لا يزال على الرغم من العقوبات الأعمال الأوروبية فاعلة في روسيا. طبعا ليس كما كان الأمر قبل عام 2022، ولكن هناك الكثير من الأموال الكافية، إذن روسيا يمكنها أن تقوم بنفس الشيء، وهذا ما نتوقع. لكن هل سيكون هذا السلاح بنفس قوة السلاح الغربي في تأميم الأصول أو مصادرة الأصول الروسية؟ يعني بواقع الأرقام، كم تستطيع أن تصادر روسيا من الأموال والأصول الغربية الموجودة لديها؟ قطعا نحن نعلم كم من المال الروسية في الدول الغربية، حوالي 300 مليار دولار، ولكن لا يوجد معلومات رسمية. حسب معلوماتي ليست لدي هذه المعلومات متاحة للعلن. إذن ما هي الأصول الأمريكية والأوروبية التي نتحدث عنها في روسيا؟ ولكن قطعا
عندما يتم اتخاذ هذه الخطوات غير قانونية من قبل الدول الغربية، فإن روسيا علنيا سوف تعلن ما هي الأموال التي سوف تأخذها من الشركات الأوروبية والشركات الأمريكية، ولكن في الوقت الحالي للأسف ليس لدي هذه المعلومات لأنها غير معلنة وغير متاحة للعلن. في حال بالفعل قامت مجموعة السبعة باتخاذ قرار بمصادرات الأصول أو الأموال الروسية الموجودة لديها، كيف سيؤثر ذلك بشكل مباشر على الاقتصاد الروسي؟ هذا أولا. على الأمن القومي الروسي، لأنه هذه الأموال ليست فقط للقطاع العام ولكنها تتبع للقطاع الخاص، شركات، مؤسسات، أفراد، رجال أعمال. حسناً، علينا أن نفهم أن هذه الأموال كانت مجمدة لعامين حتى الآن، حتى أكثر من عامين، وروسيا أظهرت قوتها وصمودها مع عدم امتلاكها لهذه الأموال، وهي أيضاً قوية أمام العقوبات. إذن أعتقد أن هذه ليست مشكلة كبيرة لروسيا بالطبع، هذه ليست سعادة أن نفقد أموالنا الخاصة وأيضا أموالنا الوطنية وأصولنا الوطنية، ولكن علينا أن نفهم في نطاق أو منظور أكبر، لدينا موارد ولدينا رأس مال بشري ولدينا أراضي كبيرة جدا، إذا أدائنا جيد فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية. طبعا الاقتصاد الروسي أظهر نموا منتظما خلال العامين الماضيين، وروسيا من أكبر الاقتصادات الستة في العالم، حتى مع هذه الأموال نحن نسير بشكل جيد. إذن هذه ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لروسيا، ربما ليس الأمر جيد ولكن هذا لا يتسبب في مشكلات كبيرة بالنسبة لنا. هذا القرار كان يعني يجري بحثه قبل فترة طويلة، برأيك لماذا حتى الآن لم تتخذ هذه الدول خطوة فاعلة بعد في طريق مصادرة الأصول الروسية، برغم من أنه الجانب الأوكراني كان قد دعا منذ بداية الحرب باتخاذ هذه الخطوة لتمويل الجانب الأوكراني لتمويل الجهود الحربية وأيضا مسألة إعادة الإعمار؟ هذا سؤال جيد جدا، وأعتقد أن الإجابة هي أنه فيما يتعلق بالقانون الدولي، كما قلت القانون الدولي واتجاهاته كانت مكتوبة من قبل الدول الغربية في نهاية الحرب العالمية الثانية، إذن وتبعا للقانون الدولي الدولة يمكن أن تدفع بعض الأموال، لأن هناك ممتلكات تنتمي للدول الأخرى، وذلك في حالات ثلاثة. الأمر الأول من قبل قرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولكن روسيا هي من الدول الكبرى وهي دولة دائمة، ولا يبدو أن هذا خيار بالنسبة لروسيا أن تصوت على هذا القرار المحتمل. ثانيا، سيكون قرار ICJ أو محكمة العدل الدولية، حتى الآن ليس لدينا مثل هذا القرار. والخيار الثالث، إذا كان هناك صراع ساريا والدولة تعتبر خاسرة في هذه الحالة، يمكن أن تدفع من قبل المجتمع الدولي بأن تدفع الكثير من الإصلاحات للفائز. وبما أن الصراع لا يزال مستمرا، فإن روسيا لن تخسر، واستنادا إلى هذه التفسيرات الثلاثة لقانون الدولي. وقت انتهى للأسف. شكرا جزيلا. نعم، وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لضيفتنا من موسكو، أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية، سيدة أولغا كراسينياك. أشكرك.